تعلق ليس فقط بالشق الإداري التنظيمي والتدبيري في الكلية، إنما شي مرات كتوصل حتى الأمور للعلاقة الاجتماعية، علاقة الأخوة صداقة التي من بين الجوانب التي يأخذ بها المسير أي مؤسسة هو التواصل اللي خص يكون ما بين جميع مكونات المؤسسة التي يسيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. اول نشكر الموقع الناظور سيتي يتيرين البدا ديال الحدث، يتواكب جميع الاحداث الاقليميه كامله. ونقارس المرحبا بكم غنهار هذه الحفله نكا الموظفين الكليه، تكريما الى السيد عميد الكليه بمناسبه مثوله للشفاء بعد زقيق العمليه الجراحيه خفي طاوي النص. وإذ ورد غانغ أنت غادي بنادم ذا سبحان، غادي بنادم يتواكب بدا من يتوقع عند هذه الكلية، ونتمنى يا من الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل. وقام مش توارم ذاني تنشن قاسي الحفل بهيج جدا، باش عربون المحبة إذا سنت كنا السيد العميد، ونتمنى يكون شي غادي مليح إن شاء الله. والسلام عليكم. سديني انه جن هذا يعني ذقرا واخا توتر جي غادي يريس الحجمه. الحفله اللي كرم منها يعني الساده اطول الاداريه والتقنيه يعني موظفين الكليه المتعدده تخصصات لهذه سروال. يعني تكريم يعني خي الغياب توقخ الكليه اضطراري لانه توقخ العمليه الجراحيه غابغ دايس قريب شهر ونص. ولكن الغيابين هو إثاشة يعني يمكن يأثر يعني الذهن يعني السادة الأطور يعني تغير مشاغلين التصل حالا الصحية. ولكن هنا قنج العمل يعني مسؤول قابل الإدارة نسن قن جهودات أكثر على أساس أنه الغياب العميد ويتبين شادي دي الساحة. والحمد لله تني تغير الكلمة غيني هو خسر قيمة بدمون كجسد واحد يجني غزاغ ونغني يجني تعاون ونغني يجني حسد شان حاجة خصها تعاون ونغني. ودوار العمل يخصها الإدارة ككل أنه يجني ينصح ونغني يجني قال خطأ أسيني قال خطأ، ولكن خصها تقبل العاون بأنه قال خطأ موجود حتى العمل يتقال أخطأ، ولكن يجني سمينا ينصح ونغني كيسي بدي في السراء والضراء. ودوار يخصها غيرين العقلية للموظف. والحمد لله انه قد زريم الحفلة كي نهارا ما نضرش ان نشا مؤسسة بويدا يعني الموظفين سندمونا خرج الحدث شنو نيتا. وتمني غاس الخير ونش نمشي الناس قوم يدوسي غا الكلية حس بخت ثمانية طاروين وعلى حسب 12 وش انا قير بدا على هنا اشارتهم يعني ولا نش قيكي سن دي الهموم نسن دي المشاكل نسان دي الاقتراحات نسان عاود ثاني كسي خط يعني الاعتبار تواصل كيس نقي تقريبا مستمر يعني نهار كامل ماشي. ولكن دقا اوديتيس بويا موس تسجن من غا توارد بانه غاك الموظف غاس تلقائيه مزيان غاك دقا العمل. الموظفين حسب خدم شنو يبدو كارين ما سوا حس خدم بانه خفي خاصني جن الرئيس يتجسن لي زور. بالعكس بدا تقنع اكثر بانه ماشي خصها تيري الامور. والحمد لله اما سوا يوقع شي الاشكال جارنا والحمد لله قد شي قال مع لك وتجيني هنا المؤسسه هي كليه النظر ما يمكنش اتبان مش تجرخطو المقومات الناس المسالك الناس الاداره الناس على سبيل المثال واخا تغهرشه 1500 اجازه افيرما توغات فيلم خصي جطيت لانه توغات ما توغات تحاول غاد فيلم لانه توغا المصير الطلبه وقت ديال الاجازه خصها غاس نتيري غا ماغس الصح فينو والموظفين مساكين كل مجهودات نسن ما حد المداوله تديري انت ما حد لي دبلوم هذا وجدا وفيلم اخر. والحمد لله الاغلبيه الطلبه غاس الدبلوم نسن بانه ذات السن حس مسؤوليه مصلحة الميناء الشغل نسن، مصلحة الميزانية الشغل نسن لأن وقت آخر السنة، مصلحة الشؤون الإدارية لي غوسوغس يمان، بشحال كاين مباريات التوظيف، بشحال كاين مباريات ترقية الأساتذة الموظفين، مجهوداتها كاين تلقى وقت حساس،
جاشها 10 11 دقا الامور الميزانيه كذلك خصها تفضل. الحمد لله كل شيء ويا مليح رغم من الاكراهات اللي وقعوا الصحيه.